الظاهر يا رب الذي فيه من الخلاص
Thank you.
اسم بكل سرور بكل محبة آتي إليكم أيها المباركون وبرفقتي قدرة القيم العام المسؤول البصير فيا مصنير حبيب مراد وأرحب أيضا بصوتكم بحضرة الأب سعد الخضر كاهن رعاية الله في طلاب الرعاية ورسالياتها أرحب بأحبان شيخ النساء الأفاضل بخدمة المذبح في الجو بكم أيها المبارك نحن هنا معكم نشعر معكم نرجو معكم ونشكر الله لأنكم أتيتم إلى هذا البلد الكبير الذي استقبلكم وأمن لكم الحياة الكريمة التي تستحقونها والتي بلادكم في الشرق لا سيما العراق وسوريا لن تؤمن لكم لانتشار التعصب الديني الإرهابي. نحن نشعر معكم بأن لكم في قلبكم، أقول بشكل خاص للجيل الأول، حنين إلى أرض الأجداد والجدات، إلى أرض الآباء والأمهات، الذين كانوا بالحقيقة مثال لنا، أعطونا ليس فقط بالمثل بالقول علمونا، ولكنهم عاشوا إيمانهم ببطولة حتى الاستشهاد، وكانوا معترفين بإيمانهم هذا، كما سمعنا من مرقوس الذي عندما ظهر له يسوع فهمه أن عليه أن يصبح له رسولا، ترك كل شيء والطلب لكي يستعد لأجل الرسالة، رسالة لم تكن سهلة كما تعرفون، كانوا يبحثون عنه ويريدون قتله، والمسيحيون القوافل في دمشق دلوه بسلة من السور لكي يهرب من المضطهدين. إذا نحن جيل الشهداء، جيل المعترفين، ونعتز بهم، نذكرهم ونصلي من أجلهم ونطلب شفاعتهم لديهم في السلام. مفتي عوفي الأوزري ليبرت يوجن ليزولت شولتز فون أوزري روس بيتر مولر أنتن دي زيج إيمان تروي تو كريستوس ليبرت Sind die Werke, die Bekenner des Glaubens und wir als die Erhöhung des Kreuzes zelebrieren, wir sollen immer renovieren, unseren Glauben renovieren und unseren Stolz in unseren Glauben noch mal machen. أيها الأحباء، لست أستطيع أن أقول لكم إلا أنكم تمثلوننا هنا في كل وفي هذه الولاية نورث ويست فاليا ألمانيا. أهلكم في بلاد الشرق هم يتابعونكم و يصلون من أجلكم، كما أنهم يطلبون منكم أن تبقوا دائماً أمينين بدعوتكم المسيحية، وأن تفكروا بالذين بقوا،
نطلب منكم أن تحافظوا على الإيمان، نطلب منكم أن تفتوا دوما بالتواصل مع ذويكم، مع الكنيسة الأم، أن تدعموهم قدر المستطاع وتشجعوهم كي يبقوا أمينين لهذا الرب يسوع ولصليبه المقدس الذي هو في طقس السرياني. صيبوا زوجي، صيبوا قلت بعيدون في البنيون، وهو الصليب راية السلام وآية الانتصار. علينا دوما ان نفرح بصليبنا، ان لا ننغش بما حولنا من تقدم تقني، كل مؤسس على المادة ويؤمن البعض، البعض يريدون أن يخدعونا ويقولون أن حياتنا هي فقط على الأرض وليس لنا دعوة إلى السماء. نحن تلاميذ الرب يسوع مدعوون لكي نلتقي به وبوالدته عبرانية في السماء، نمجده مع الآب والابن والروح القدس. Yeah.
Thank you.
لك نظري لك نجوم ونجاح Thank you.
Oh.
ثمار ادخرنا صوبا لما في ثلث دين ستا ذخيو سوق ريش وطا لن عادر فصلا Thank you.
يقودنا في موكب الجسد كل شمامسة شمامسة مين؟ بس شمامسة.